حصل موقف، جم نساء المدينة قالوا لها: وانت بنت أبي لهب ما يغني عنك هجرتك ولا إسلامك. فبكت وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس للصلاة ثم جلس على المنبر ساعة ساكت غضبان الرسول عليه السلام، وقال لهم: ما بال أقوام يأذونني في نسبي وفي صهري وفي أهلي، لأنها بنت عمه، لا يعير ميت بحي، من أذى صهري ونسبي فقد آذاني، ومن أذى رحمي فقد آذاني، من خير الناس؟ قال: أتقاكم وأوصاكم وأوصلكم للرحم. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن عيب جدا جدا إن إحنا نعير حد بمكانة منه. يعني إحنا الواحد بيتوب خلاص، الإسلام بيجب بما قبله، يعني اللي قتل 99 وكملهم 100 خلاص جب الإسلام يجب بما قبله، عاكر الخمر، الزاني، كل دوت إذا كان اللي كان مشرك ربنا غفر له. مش من المروءة أبدا ولا من الأدب إن إحنا يبقى في حد تايب جديد وعاير، ومش أنتوا اللي كنتوا كذا وكذا. كنت سمعت خطبة للشيخ القحطاني في الثمانينات، وكان الشيخ القحطاني ممثل قبل ما يبقى الشيخ القحطاني أو مغني مش فاكرة، وبعدين طلعوا له بقى الحاجات والشرايط بتاعته، فطلع على المنبر فاكرة الخطبة دي جدا، أقول: بيعيروني بالماضي بتاعي قبل ما أكون مسلم وملتزم، قبل ما أكون التزمت ورجعت الله عز وجل، والله لا الإسلام يجب بما قبله، أدعو الله إن كل الحاجات اللي أنا عملتها ديت تتحول حسنات في ميزان حسناتي. مش من المروءة ابدا ان احنا نعاير الناس. انت بنت ابا لهب خلاص بقى لن تغني عنك هجراتك. صلى الله عليه وسلم قال لها لا، ونهى الناس انهم يؤذوها وانهم يعملوا بالوضع اللي هم قالوا لها عليه ديت، ومن اذى يعني نسبي وصهري ورحمي فقد ايه؟ فقد اذى.